أنا عايز أضيف بعض حاجات كمان في القوانين يمكن تنفعنا اوكي في المشاجرة، زي مثلا في عندنا في الشرق أسيب الطرف الثاني وأمشي، أنا يقفل الحوار بقفل الحوار وأسيب الثاني او ارزع الباب وامشي. أرزع الباب. بيترك البيت يعني او أسيبه اقفله غلط. يعني بيبقى في عدم تقدير، عدم احترام، وفقد للرجاء. فاكر واحد قال لي يعني البيوت اللي جنبينا بقت تسمع الباب بيخبط عشان ما بنكملش اي حوار. أوكي. من حقي اطلب ان احنا نهدى، من حقي اطلب وقت هدنه، بوز كده، حقي اطلع اشرب حاجه، اطلع اشم الهواء، مراتي تعمل لي كركديه، يكون الجو سخن قوي في الحوار ما نقطعوش، نعمل هدنه ونقول هنواصل بعد ما نهدى 5 دقائق 10 دقائق، نكون استردينا طاقتنا ان احنا نكمل.